أهل هوليوود قرروا ان هم يسيبوا قصص كتيرة قوي على متن سفينة تايتانيك ويمسكوا في قصة جاك وروز، قصة رومانسية خيالية ملهاش اي 30 لازمة الحقيقة. ولو تمعنا في المعاني هنلاقي ان روز هي شخص خاين وخطيبها ما عملهاش حاجة ودخلونا في مشاكل ملهاش اي لازمة، وفي الاخر اصلا الفيلم متصور في بسين اطفال وكروما. تاني حاجة كانت ممكن تاخد جاك معاها على الخشبة اللي هي كانت ماسكة فيها في اخر الفيلم. استاذ انيس منصور حب يحط التاتش بتاعه في كتاب ارواح واشباح وقال لك انه سفينة تايتانيك دي غرقت اساسا لان كان متهرب عليها موميا مصرية، فدي لعنة فرعون. احنا جايين في اي حاجة، بص اوعى احنا اللي غرقنا تايتانيك. رشقين رشقين. بس الاعجب والاغرب انه كان على سفينة تايتانيك ست غريبة جدا، تقدرش توصفها يا نحس ولا محظوظة جدا، لانها كل ما بتطلع على سفينة السفينة دي تغرق، كل ما بتطلع على سفينة السفينة دي تغرق. مش بس تايتانيك، ست غريبة جدا. اسمها فيوليت جاسب، اتولدت في الارجنتين لاب وام من الارجنتين، وبعدين الاب توفى فالام اخذت ولادها وهاجرت على بريطانيا. كانت الام مضيفة على السفن، وفيوليت وقتها كانت في مدرسة راهبات داخلية، وبعد كده قررت ان هي تشتغل شغلانة امها. اول شغلانة اشتغلتها مع شركة اسمها وايت ستار لاين، وكانت فيوليت جديدة الجمال فكانت بتتنكر في زي واحدة كبيرة وعجوزة علشان محدش من الركاب يعكسها. اول شغلانة اشتغلتها سنة 1910 على متن سفينة اولمبيك. ما عدتش سنة واحدة واولمبيك غرقت سنة 1911 بسبب انها خبطت في مدمره. غرقت اولمبيك، فيوليت يحصل لها حاجه؟ لا، ولا خدش، صح سليم. سنه 1912 شركه ستار لاين تعين طاقم جديد لسفينه جديده اسمها تايتانيك، فيوليت عليها 14 ابريل 1912 تغرق تايتانيك. تايتانيك تخبط في جبل جليدي يا فيوليت، و1500 انسان يغرقوا، فيوليت يحصل لها حاجه؟ لا، ولا خدش. الهلمة اللي اتعملت على تايتانيك دي راحوا كده يعملوا انترفيو مع فيوليت، احكي لنا اخبارك ايه، حسيتي بايه، ترد فيوليت عليهم تقول لهم ايه؟ فرشه سناني غرقت، احنا تروماتايزد بسبب جاك اللي غرق، فرشه سناني غرقت، انا بجد مقرفه، الفرشه غرقت مع جاك. قررت بعد كده فيوليت ان هي تخدم على اخت سفينه تايتانيك اسمها بريتانيك. تبحر بريتانيك سنة 1916 في بحر إيجا. 1916 يعني الحرب العالمية الأولى بدأت بقالها سنتين، هي بدأت 1914. دخلت بريتانيك في منطقة لغم مزروع وراحت خبطة في غواصة يوبوت ألماني. اللي يحصل؟ تغرق بريتانيك غرق سريع في 55 دقيقة ويغرق 30 واحد من 1066 ريك. مين على متن بريتانيك؟ فيوليت. يحصل حاجة لفيوليت؟ لا. تغرق فيوليت؟ لا، دي بطلة عالم في السفن الغرقانة، دي بقت عارفة كل حاجة دلوقتي، عندها خبرة. المفروض لما يشغلوها يبصوا على السي في، بعدين صاحب الشركة يتوغوش، يعني انتي اولمبيك وتايتانيك وما طبيعي بريتانيك لازم تغرق، انت بتفكر في ايه؟ ام الست معرفتش بقى تركب قارب نجاة في ساعتها فنطت. حصل لها حاجة؟ لا، ما حصلهاش حاجة. بعد سنين كتير كتير قوي كده بدأت تحس بشوية صداع في دماغها، فراحت بقى تكشف على الصداع، فاكتشفوا انه حصل لها شرخ في الجمجمة علشان نطت المرة دي. وبعدين بقى كان عندها حس فوكاهي، قالت اصلا انا شعري تقيل فهو اللي ساعد نطفه، ده اللايف جاكت بتاعها. بعد الحرب العالمية الاولى بدأت تنتشر فكرة الكروز شيبس، وعادي راحت فيوليت غيرت الشركة، اتخنقت بقى من وايت ستار لاين، قالت لا ده كده كتير، ثلاث سفن بتغرق وانا لا. فراحت الاول شركة اسمها ريد ستار لاين، وبعدين راحت حاجة اسمها رويال ميل شيبس، وعادي جدا جدا طلعت معاش وهي 61 سنة، وبعدين ماتت في بيتها وهي 84 ما شاء الله. ما نبهاش من الغرق الكتير ده غير شوية صداع، واتسمت بميس unsinkable، ست اللي ما بتغرقش، الانسه اللي ما بتغرقش. بس فانا لو سكريبت رايتر يعني هفكني خالص، جاك وروز ايه؟ جاك وروز إيه؟ انا عندي مرأة حديديه بتطلع على اي سفينه تغرق، موت الناس كلها وهي تنزل عادي، جالها شويه صداع، فده اكيد يتعمل عليها فيلم، لانه هو في حاجه سوبر ناتشرال. حصل خير والله يرحمها وقدر ولطف. لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لليوتيوب شانل ولايك للفيسبوك بيج. اشوفكم الفيديو الجاي، تحياتي.